هي غلطات، هي البنت غلطت، ولكن الغلط الكبير، الغلط الكبير ديال هذاك اللي صورها، اللي صورها نشر ديك الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، هذاك هو مول الغلط الكبير. هذاك اللي غلط غلطة كبيرة وخصنا حتى هو يتشد، خصنا يتشبر، يدي العقاب ديالو حتى هو يتعاقب. السلام عليكم الاخوان، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي احسن الاحوال ان شاء الله. الاخوان، جينا نهضروا في الموضوع ديال ديك الفتاة، البنت اللي من مدينة تطوان، اللي وقع لها مسكينة ديك المشكل، وكنشوف بزاف ديال بنادم كيتشفاو فيها، وبزاف ديال الناس كيبارطاجيو لي فيديو اللي ماشي مزيان اللي وقع وتسرب. يعني الانسان ما خصوش المعصية بحال هذيك يزيد يبقى يبارطاجيها. صافي، البنت وقعت في مشكل، واي واحد كيوقع في مشاكل، واي واحد كيغلط، وكاملين كنغلطوا، واي واحد يعمل في بلاصه ديال اختو ولا بنت اختو ولا بنت خالته ولا شي واحد من العائله ديالو وقع لهاديك المشكل، ما يبغيش يشوف الشوهه، وهاد تبارطاجيات بزاف، وفيديو كيزيد يتبارطاجا ويزيد يتنشر. ولهذا كنقول للاخوان، بلا ما تبقاو تبارطاجيو ديك الفيديو هذاك وديك ستوريا، حاولوا تنساوها. اي واحد قادر يغلط، اي واحد قادر يغلط، يوقع له مشكل بحال هيدا، فهمتي؟ بنادم كامل كيخطب. المشكله الكبيره يعني هي، سمعت قال لك راه تشبرت، ولكن خصنا ما كرهناش يتشبر اللي صور، هذاك اللي صور الفيديو ونشره هو اللي خصو يتشبر الاول، وخصو هذاك الصراحه هذاك هو اللي خصو الحبس بزاف. يعني يقدروا يتعاقبوا بجوج، ولكن هذاك يتعاقب اكثر، لانه هو اللي نشر ديك الفيديو هذاك. ديك الفيديو مادام تنشر راه ما كنظن ما يوقفش، لان تبارطاجا بزاف، و كاين اللي شارجاه عنده، يقدر ينزلوه في المواقع الاباحيه، المواقع اللي خايبه. واش نقول لكم الاخوان؟ الله يهدينا ويهدي جميع المسلمين، اي واحد الله يهدينا كاملين، كاملين راه كنخطاو، كل واحد عنده الاخطاء ديالو، كل واحد عنده العيوب ديالو، حنايا غير بشر، يعني راه ضروري نخطاو. واخا تعيا تقول غنمشي معوض، راه كتجي واحد اللحظه كتخطا، خير الخطأ توابون. ونتمنى ولا هي عاود الله تشبر الطريق ديالها من هادي تسوب، تشبر الطريق ديالها وتقابل ولادها، لان هي كتشوف العاقبه داتشي هذا فين خرجتها. هي صدقت دابا الله يحفظ فواحد الشوهه كبيره، وتقدر تمشي للسجن. ونصيحه لكاع البنات اللي كاين، ما تيقوش باي واحد، تبقوش تيقو مع من ما جات ركبو، مع من ما جات مشيو للديار، مع من ما جات قصرو. راه كاين بنادم واخا ميكونش شابة التليفون في يدو كيصورك، راه كاين كاميرات صغار، كاميرات كاين صغار قد هيد، كاميرا صغيرة عاملة بحال الزدافة، والله ما تعرف هي عاملة في اللباس ديالو، كاميرا صغيرة، كاميرا خفية عاملة لك، ينزل أي قنت في الدار ما تشوفهاش، ما تعرفهاش، تقدر ساعة مكانة كتبان لك، هي ساعة المكانة وهي فيها كاميرا، يو اس بي فيها كاميرا، ستيلو فيه كاميرا. انا قلت لكم كاين كفات، النظارات ديال العينين فيهم كاميرا. الثقه ما بقاتش، الثقه الاخوان ما كاينش، لهذا في هذا الوقت هذا تثبت، ما تعملوش هذا الشيء هذا اللي مشي مزيان، ما تعملوش، ما تبقوش تمشيو مع من ماجه. انا قلت لكم اللي جا تمشيو معاه، حضيو راسكم، احسن ما تطيحوا في شي شوهه بحال اللي طاحت فيها هاد الاخت هادي، واللي عادات يعني قبل منا نفس السيناريو وقع لهم. واش غنقول لكم؟ انا قلت لكم انا ما كنتش فاشي، وما الحاجه بحال هيدا ما نبارطاجيهاش، لان بحال الحاجه بحال هيدا بالعكس خصنا نستروها، لان فريد كاع فيديو غيطيح في يدي صردو نتا شي واحد غنمسحو، ما نبارطاجيه نتا شي حاجه. والسلام عليكم وتحيه كبيره، هادشي اللي نقدر نقول على الاخوان. الله يهدي ما خلق، والله يهدينا كاملين، وتحيه كبيره مع خاكم نور الدين، مدينه طنجه، المملكه المغربيه.